كاينين، كاينين في الساك وكاينين في الطوموبيل. علاش نعطيهلك؟ ممنوع باش انك تمنعني من التصوير. لا ممنوع تمنعني من التصوير باش ما نشدكش. غادي نشدها لك تاع حجة، ممنوع تشدك. غادي نعطيك لوتوريزاسيون، ما غاديش نقطع اللايف. وغاطلق يدك بعدا. اولا لا طلق يدك، غنتابعك عليها. عطيني لوتوريزاسيون. اطلق يدك باش ما نلقيش عليك التصوير، غنصور. لا ما غادي نعطيك الوثائق وغادي تمشي تبعد مني تخليني نكمل التصوير. غادي نقولها عطيني لوطوريزاسيون، ما عندكش حق تصور. ايوا ما كانش عليك تقرب لي. راه ممنوع الحاجه اللي كدير كتعدى عليا انت كعاون سلطه وكتعدى عليا. ممنوع عليك كعاون سلطه تعدى عليا وتشدني بحال هكا. الوثائق خويا غادي تجبدهم في الكاميرا. علاش كتبغيو تغطيو الواقع؟ علاش؟ علاش كتبغيو تغطيو الواقع؟ هذا واقع درتو دورية، علاش حليتوه؟ انت كعاون سلطة حيدو من هنا، انت كعاون سلطة اتصل بالمسؤولين انهم حيدو من هنا. حل اخويا هاد الصوت، شوف فاش كاينه الكاميرا. خويا السيد هذا مدة ديال 15 عام ولا 16 عام هو كيعاني في الظروف. هو هنايا؟ هو هنايا. هذا هو قال لنا هذا عاون السلطه اللي اعتدى عليا. كذب على كذاب اختي، هذا عاون السلطه الخدمه ديالو بعدا من جهتي بعدا. انا كمواطن مع المواطن غير صالح. كيفاش تعدى عليا؟ شتو كيفاش تعامل معاك ونظرني الدرس وشتو مشرجو وهوت على قيبرك انت اختي حريم. كيفاش دار لي خويا؟ وقف قدامك وشدك التليفون قال لك من الواليه يدي. اييه شو هذه شهاده حق، شهاده حق اختي. ماشي شكرا لك. ماشي كنكذب ولا كنافق. هو قال لك اسيدي اول مره كيجي لهنايا. لا 15 عام هو الدراري هما تبارك الله راه شباب كانوا صغار وانا ما كبروا. هو اللي كانوا صغار وكيعقلوا. هو مسكين هكا تيفرش الارض ويبقى بحال هكا. عسى هنا ولا حدا العساس. ولا حدا العساس. ولا حدا العساس ولا في الراوده ولا كياكل مسكين من بركاسات. لا اله الا الله. كياكل مسكين قوت العيش ديالو كيدور في بركاسات كياكل. شهادة حق. شهادة شكرا حق لك اخي انت من السكينه وراك عرفتي السكينه الحوادريه. وكنشوف هذا السيد هذا فوق 15 عام هو على هذا الحال. كينعس في الزنقه، كينعس في الشارع. الله يدير ليه الشتاء والخير. كيقولوا ايتي من الام وايتي من الاب. نعم ما عنده غير الله سبحانه وتعالى. غير الله سبحانه وتعالى. هو ماشي هو ماشي ولد الحوادريه، هو كيجي تقريبا من باب خوخه ولا صغير ولف هذه البلاصه. غير ولف هذه البلاصه سنين، ملي كان صغير هو في هذه البلاصه. الحقائق اللي هما كانوا ما كيبانوش، الصوت ديالهم ما كانش مسموع وما كانش كيوصل. بالنسبة للتعامل اللي كان تعامل معك الصوت هذا العون السلطة شوية تعامل ناقص بزاف، هادشي ما خاصوش يكون. هذه شهادة حق. خاصو يحميك. في هاد الظروف دابا وفي هاد الليل هذا وانت بوحدك هنا وكدير الواجب اللي عليك خاصو يحميك، ما خاصوش يقف قدامك ويقول لك يدك واش كدير. قسما بالله حتى كضرني بالي. شهادة حق. بارك الله فيك خويا، الله يحفظك.